عصام الاول خليني يعني انا اشكرك على العمل اللي انا شفته اللي هو اصبح الان خلاص معروف وكل الناس شافته زي بلطو وكمان انا زي ما كنت بقول لك انا قريت كل ما كتب تقريبا ما اقدرش اقول كله بنسبه 100% حول بطن الحوت والكل يثني الحقيقه يعني وانا شفت لك لقاءاتك التلفزيونيه وطبعا كمان جزء من غيرتي المهنيه ان انا اقول ايه ما جاش عندنا كان لازم نجيبه حاجات كده يعني باذن الله باذن الله باذن الله. كلمني على مسار اجباري ده مبدئيا لحد ما اخش في السؤال او بعض الاسئله اللي اشوفها اجمد شويه. والله احنا يعني بنحاول نعمل مسلسل قريب للناس يبقى شبه البيوت بتاعتنا كده كلها. مش حابين من اول خالص ما الشركه المتحده اتكلمت معايا كان الغرض ان احنا نعمل حاجه. انا بحب اعمل حاجات قريبه للناس يا استاذ يوسف ما بحبش يعني طبعا احنا عندنا في مصر فئات كتير وكاتيجوري كتير من كل حاجه من كل فئات الناس بس انا بحب الحاجات القريبه للاغلبيه من الشعب يعني. فاتكلمنا من الاول على كده وحاولنا نعمل فكره تبقى شبه بيوتنا يعني شبه البيوت اللي انا طلعت منها وكده. ف اتكلم على مسار اجباري وعجبتني الفكره جدا وحسينا ان هي الناس هتحبها وهي عن علاقه اخين ببعض اكتشفوا ان هم اخين ايوه ولقوا نفسهم متورطين في حاجات اكبر منهم بكتير واكبر من سنهم واكبر من الفتره اللي هم المفروض يعيشوا فتره شبابهم ويبنوا مستقبلهم مره واحده دخلوا في حوار مش بسببهم هم ولا ليهم دخل فيه بس خلاص هم ملطوطين ان هم لازم يتصرفوا لازم يطلعوا من عنق الزجاجه ده فبس بنخش في مسار اجباري غصبا عننا لغايه ما بنحاول نطلع منه مش هنطلع مش عارفين لسه حلو جدا.